السلام عليكم ورحمة الله أخوات أخواتات، تحياتي لكم جميعا دون استثناء، ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي أتمنى ينال الإعجاب ديالكم. غير نبارطاجو معكم عودة دجاج في يومي إلى البيض. كان داخل البدالة كانوا الإخوان تيسولوني على البيض، كنت كنعتذر ليهم. دابا حاليا رجع الحمد لله تيبيض، كانوا بدلوا الريش، أكثرية بدلوا الريش، ودابا راه زدت حتى شي وحدين التوقات بداو يبيضوا، زدت معاهم. وبالنسبه للعلفه الاخوان راه وليت تنخلط ليه، ما بقيتش تنعطي غير السكاليم وحده بحكم السكاليم غلا شويه. وبالنسبه وحتى كما شفتوا الفيديو ديال السي حسين جلواجه قال انه الخلقه ديال البيض تتغير وكيكون عنده تاثير حتى في التفقيس. لذلك وليت كندير ثلاثي ما بين القمح والذره وسميته السكاليم، كندير تقريبا يعني كنقسم الكميه على ثلاثه، كندير السكاليم ديال البيض 53 الانعام، وتندير الذره ثلث الذره وثلث ديال القمح. حاليا راه بان ليا البيض غادي مزيان، لذلك بقيت غادي في هاد سميتو بقيت غادي في هاد التخليطه. وتنقص ليا حتى شويه، كتنقص تقريبا واحد درهم تقريبا في الكيلو ولا درهم وشي حاجه يعني في الكيلو، وما تيخليوش ياكل كلشي. بالنسبه للبيض اكثريه دابا رجعوا تيبيضوا، كانوا كلشي وقف ليا من البيض لما دخلوا البداله، تقريبا كلشي دخل البيض. دابا الحمد لله رجعوا تيبيضوا، حطوا لي الملف. شحال من وقت دخلت عندها بحال خيتي مني، بالنسبة للإخوان هادي اللي الفوق في السطح، هادي اللواية مزروعة هنا، هاهي كيما كتشوفي مزروعة، يعني في الصيف تتعطي واحد الظل زوين، وحتى دابا تتعطي واحد الجو زوين، تيبقاو تياكلو منا من هنا ومن الفوق راه دايرة لهم الظل، كيما كتشوف هاهي مزروعة غير وحدة، ودارت على دارت على الكريال كامل. واحد شويه ونوريكم البيض الاخوان، عاد نجمعوا البيض. اللهم بارك، هذيك غادا تبيض واقيلا بحال هذيك الاخوان، شتي كيما كي باقي من توفل الريش ديالي، يعني يلاه يلاه خرجت من البداله حتى هي. هذيك باغا تبيض، راه طلعت غتدخل تبيض، دابا صافي داو على البياضة كلشي ولا تيبيض فيها، مبقاوش يبيضو في الأرض كاع. تخلعت واقيلا خرجت، شحال ما بقيت دخلت عند مال الاخوان بحال خايفين مني. حطوا لي التليفون هنا عند واحد منها، بعدو من نمس نشوفهم.
لازم شويه. ما بغاوش يجيو الجمعه ولكن ماشي مصدر هذه البيضه كما كنشوفوا الاخوان اللهم بارك. ديك صبت عليه كان صب عليه من الشتا البارح صبحوا مغيسين هذو بيضه وقيلا في الليل في العشيه اللهم بارك. هاد كاين اللي اكثريه ملي كيجيو للبلاصه بحال دابا هادو التحتانيين ما داخلينش ليه داخلوا الفوق هنا دخلوا هنا هي تيفات ثلاثه دابا البيضه الاخوان راه بدا يكبر هادي شو اللهم بارك هادي الفيومي هادي راه ما تفرقش بينه وبين البلدي هادي حتى هي كبيره هادي دجاجه كبيره دابا هادي كتعرف يلاه بدات تبيض عجوبة اللهم بارك. يلا رجعوا الاخوان دابا شي سيمانة تقريبا ولا شي 10 ايام باش نرجعوا للبيض الله يبارك. كيما كتشوفوا التخليط الاخوان كي ياكلوا كلشي ما تيخليو حتى شي حاجه ما فين شو تجمعوا شي النص طلع ليه واش النص طلع ليه اخوان اللي خاصك شي حاجه ديال البيض مرحبا به تحياتي لكم جميعا دون استثناء ونراكم في فيديو قادم ان شاء الله. كان معكم الحوزي من قناه سفيان الحوزي تيفي.